وإن تريد معرفة الحساب. هذا قد تقدم معنا، معرفة الحساب ليس الحساب الحساب، وإنما حساب مسائل الفرائض. نعم. لتهتدي فيه إلى الصواب. الصواب في ماذا؟ في قسمة التركات. نعم. وتعرف القسمة والتفصيل، وتعلم التصحيح والتأصيل. التأصيل تأصيل المسائل، أصول المسائل قلنا 7، 2، 3، 4، 6، 8، 12، 24. نعم. فاستخرج الأصول في المسائل. فاستخرج الأصول في المسائل، أخذناها 7، ولا تكن عن حفظها بذاهل. انتبه، احفظها، اضبطها هذه 7، لا تذهب عنك. نعم. فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل، فإنهن 7 أصول، 3 منهن قد تعول. إذن 3 تعول، يبقى معنا كم من 7؟ 4 لا تعول، 3 تعول، مفهوم؟ 6، 12، و24 هذه تعول، يعني تزيد المسألة، يأتي معنا. نعم. 6 تعول 4 مرات على التوالي، 6 تعول إلى 7، 8، 9، 10، مفهوم؟ إذن 6 تعول إلى 4 مرات، تعول إلى 7، 8، 9، 10، وتسمى أم الفروخ. إذا 6 وصلت إلى 10 عندهم مسألة تسمى عند الفرضيين أم الفروخ، يعني مثل الدجاجة تفرخت ما شاء الله إلى 10، مفهوم؟ أم الفروخ. طيب، نعم. إذن 6 تعول إلى 7، 8، 9، 10، لا يوجد عندنا مسألة 8 تعول، 3 تعول، لا يمكن، 2 تعول، 4 تعول، لا، 6 تعول 4 مرات إلى 10، مسألة إلى 11 خطأ. هذا إذا فيها فرض، إذا فيها تعصيب على عدد الرؤوس. نعم. وبعدها 4 تمام، لعول يعوها والانتلام. نعم. فسدس من 6 أسهم يرى. السدس، مسألة فيها سدس من كم؟ من 6، من 6 أسهم يرى. نعم. والثلث والربع من 12. ثلث وربع من كم؟ مسألة فيها ثلث وربع من 12. نعم. والثمن إن ضم إليه السدس. ثمن وسدس من كم؟ 24. من يقول 12؟ ثمن وسدس من 12، من 24، ما يمكن يكون من 12. الآن 6 و12 و24، هذه تعول. إذن التي لا تعول 4، 2، 3، 4، 8. نعم. والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس. الحدس أو الظن يعني. نعم. 4 أو القطع. نعم. 4 يتبع 20، يعرفها الحساب وأجمعونه، كل من درس الفرائض يعرف هذه، مفهوم؟ نعم. 4 يتبعها 20، يعرفها الحساب وأجمعونه. نعم. فهذه 3 أصول إن كثرت فروضها تعول. نعم. فتبلغ 6 عند 10. 6 تبلغ إلى 10، 6 إلى 7 و8 و9 والعشرة تعول 4 مرات على التوالي. نعم. في صورة معروفة مشتهرة. هي أم الفروخ. نعم. وتلحق التي تليها بالأثر. من الذي التي تليها؟ نعم. 8 تعول يا رجل. 12. 12 تعول 3 مرات على العدد الفردي. 13، 15، 17، مفهوم؟ إذن 12 تعول 3 مرات على العدد الفردي إلى 13، 15. لو وجدت مسألة تعول إلى 16، 14، خطأ، مفهوم؟ نعم. وتلحق التي تليها بالأثر بالعول أفرادا إلى 17. أفرادا. نعم. أفراداً. لا، افرادا يمكن. ايش مكتوب عندك؟ ما ادري والله. نعم. طيب، قال والعدد الثالث قد يعول. العدد الثالث قد يعول كم؟
بذله فاعمل بما أقول. العدد الثالث ما هو؟ 24. يعول بثمنه 24 وثمنه 24 كم؟ ثلاثة. ثلاثة زائد 24 27. إذا ال 24 تعول كم مرة؟ مرة واحد، الله يفتح، إلى 27. مفهوم؟ وتسمى بالبخيلة. 24 تسمى بماذا؟ لماذا؟ قال لأنها رافقت الكرام. طيب الاثنين والثلاثة والأربعة والثمانية هذا ليس لهم شيء أصلا، هذه 24 عالت. قال لا، لأنها رافقت الكرام، رافقت العشر، الستة والستة عالت أربع مرات، 12 ثلاث مرات، وهذه رافقتهم وعالت مرة واحد، سموها بماذا؟ بالبخيلة. مفهوم؟ لأن عالت مرة واحدة. إذن عول الأربع وعشرين، السبع وعشرين تسمى الأربع وعشرين البخيلة، لأن عالت مرة ورافقت الكرام. تمام. ويقال أن علي رضي الله عنه، هذا لا يصح، كان يخطب على المنبر رضي الله عنه، لا يصح يخطب على 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 السجع. تعرف السجع؟ السجع يعني على القافية، يعطيك العافية، صح؟ يعني قال الطالب للأستاذ: يا أستاذ، ما أحسن السجع؟ قال: ما وافق الطبع. قال: مثل ماذا؟ قال: مثل هذا. قال: ما أحسن السجع؟ قال: ما وافق الطبع. يعني جاء بلا تكلف. قال: مثل ماذا؟ قال: مثل هذا. هذا بدون تكلف جاء سجع، مفهوم؟ المهم يخطب على المنبر، يقول رضي الله عنه: لا يصح عنه: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة. هو يتكلم وهو يخطب، قام رجل في الحضور وقال: يا أمير المؤمنين، مسألة فيها زوجة وبنتان وأبوان، ما نصيب الزوجة؟ لم يقطع الخطبة وعلى السجع قال: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة، صار ثمن الزوجة تسعى. حل المسألة، مفهوم؟ لا كتابة ولا غيره، مفهوم؟ أي نعم. فهمت ولا لا؟ كانت تأخذ ثلاثة من 24، كم هذا؟ ثمن. أصبحت ثلاثة من 27 تسع، صار ثمن الزوجة تسعة. نعم. الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا. إذن عندنا ثلاث مسائل تعود: الستة والاثنى عشر والأربع وعشرين تسمى البخيلة. تمام. الآن نأخذ مسائل عليها. نعم، انتهيت أنت الآن، انتظرني شوية بس أنا أكتب المسائل ونشوف. شوف معي يا أخي، أسهل ما يكون هذه المسائل، أسهل مسائل. زوج أربع، لا أنت أربع أخوات شقيقات، تأمل واحدة واحدة، يوجد فرع وارث؟ لا. إذن الزوج يأخذ النصف. أربع أخوات، معصب، يوجد معصب أخ شقيق؟ لا. يوجد مماثل؟ نعم. عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، الثلثين مباشرة، اثنين على ثلاثة. الاثنين تصلح؟ ثلاثة، أربعة، ستة تصلح؟ ستة تصلح. إذا مسألتنا من ستة، نصف الستة ثلاثة، ثلثي الستة اجمع، الحمد لله، تضع خط لطيف كذا على الستة وتكتب فوق سبعة، انتهت المسألة، مفهوم؟ تمام. مسألة أخرى: زوج ستة أخوات لأب، أم، الزوج والأخوات الثلثين، الأم ايش تأخذ؟ نعم، من يقول ثلث؟
ثلث وجمع من الإخوة سدس. مسألتنا من كم يا أخي؟ ستة. النصف ثلاثة والثلثين أربعة والسدس واحد، اجمع. من يقول سبعة؟ هذه تعول إلى الثمانية. زوج ثمانية أخوات شقيقات وثمانية أخوات لأم. بسم الله. الزوج إيش يأخذ؟ نصف طبعا عدم الفرع الواحد. أخوات ثلثين والثلث للإخوة لأم. مسألتنا من ستة، ثلاثة أربعة اثنين، اجمع. يا أخي من يقول ثمانية هذا؟ يا أخي أنت ما تعرف الحساب؟ علمهم. يقول ثمانية، ثلاثة أربعة سبعة، ها؟ تسعة. تمام. زوج أربع أخوات شقيقات، أربع أخوات لأم. أم اعتبرها جدة يا رجل. يلا الزوج ايش يأخذ؟ نصف والثلثين والثلث والسدس. ستة ثلاثة أربعة اثنين واحد، اجمع. من يقول تسعة؟ هذه أم ايش؟ أم الفروخ. فرخت إلى بلغت كم؟ هذه أجمل مسائل، مفهوم يا شيخ؟ أسهل. لكن انتبه، تعطي أصحاب الفروض ثم تبحث عن عاصب، مفهوم؟ يعني ما يجي واحد لو في عم شقيق هنا يقول اثنين أو واحد، خطأ، صفر، مفهوم؟ هنا مثلا أخ لأب يقول والله أخ لأب لازم أعطيه شيء، أعطيه سدس، صح؟ لا يا أخي، صفر. عم شقيق صفر، مفهوم؟ معتق صفر، معي؟ أي نعم. طيب هذا عول إيش؟ ستة. تمام. زوجة أربع أخوات شقيقات وأم. زوجة لها الربع عدم الفرع الوارث والثلثين والأم. سدس جمع من الإخوة. مسألتنا من كم؟ الاثنين لا تصلح، الثلاثة لا تصلح، الأربعة، الثمانية، ستة، اثنى عشر. تمام. الربع ثلاثة والثلثين ثمانية والسدس اثنين، اجمع. ثلاثة عشر. زوجة ثمانية أخوات شقيقات وثمانية أخوات لأم. يلا. الزوجة الربع والثلثين والثلث جمع من الإخوة، عدم الفرع، عدم الأصل الوارث من الذكور، جمع. اثنى عشر، ثلاثة، ثمانية، أربعة، اجمع. سبعة وثمانية. طيب آخر مسألة. زوجة أربع أخوات شقيقات وأربع أخوات لأم وأم. الربع والثلثين والثلث سدس، اجمع. ها؟ تمام. بقي معنا ماذا؟ البخيلة. زوجة بنتان وأم وأب، هذه اللي على المنبر تسمى المنبرية. الزوجة الثمن والثلثين والسدس، والسدس زائد الباقي، ما في إشكال. 24، ثلاثة، ثلثين كم؟ اجمع. 27.
مفهوم تحتاج تأمل؟ ما فيها شيء. خلاص الآن حلوا لنا مسائل العول. أخذنا في الدرس الماضي العول وقلنا العول هو الزيادة. عندنا المسائل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، مسألة، طيب مسألة عادلة، ومسألة عائلة، ومسألة ناقصة. مسائل ثلاثة. مسألة عادلة زوج وأخت شقيقة، النصف والنصف، أو زوج وابن، الربع والباقي. مسألة من أربعة واحد، الباقي ثلاثة، انتهت المسألة، هذه تسمى عادلة. عائلة تزيد، وقلنا العون يكون في الستة تعول أربع مرات على التوالي إلى السبعة والثمانية والتسعة والعشرة، والاثنى عشر إلى ثلاثة عشر، خمسة عشر وسبعة عشر، ثلاثة مرات على العدد الفردي، والأربع وعشرين تسمى البخيلة تعول مرة واحدة إلى سبع وعشرين. هذا الذي أخذناه. نعم. قال الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: والنصف والباقي أو النصفان. نصف أو باقي، نصف باقي زوج وأخ لأب، أو زوج وأخت لأب، نصف باقي أو نصف ونصف، من كم تكون المسألة؟ من اثنين. نعم. والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان. نعم. وإذا مسألة فيها ثلث من ثلاثة، ربع من أربعة، ثم من ثمانية، هذه المسائل التي لا تعول أصول المسائل. نعم. والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون، والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية، لا يدخل العون عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي. نعم. وإن تكن من أصلها تصح، فترك تطويل الحساب للحوم. مسألة فيها نصف والباقي من كم؟ من اثنين، لا تجعلها من أربعة يقول، أو من ثمانية، أو من ستة، أو من أربع وعشرين، مفهوم؟ نعم. فترك تطويل الحساب ربح. نعم. فأعطي كل سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عونها. نعم.